لك عجل كان امك تموتك الحين. انا خلاص امه امسحي كمان مره. ما راح امسح كمان مره. من غير شو اللي بصير هنا؟ هذا مش اللي انت بتفكري فيه، هذا الشاب من التعليم ود ويلي له بالحياه ما يتصل معك بعد. قديش وقت؟ وعشان ايش؟ عشان شاب من عيله ثانيه؟ إباء إباء قولي لي ما كفن الفضايح اللي سويتين اليوم؟ امشي على البيت. انا بحبه. انسي الموضوع. هو راح يقص راسي؟ هو ما راح يقص راسك. انا كمان كنت بقص راسي لو كنت. كنت رح تتجوزني حتى لو ما كان ليلى راس. ليلى راح تتجوز. من كل شباب البلد ما لقيت غير منير؟ انت انتبهت على بنتك مره؟ انا ما كان في حل ثاني. دائما في حل ثاني. بلكي تفتحي عيونك مره واحده وتشوفي ايش بيصير حواليكي. عيوني مفتحات صدقيني مفتحات.